أول شيء وعم يطلعوا الفلسطينيين يقتلون خارج المنطقة. أنا بدي حدا من اللي بيقول هاي القصص. أنا بعرف أنه التعمير أرض لبنانية 90% من سكانها اللبنانيين، ولكن التمدد الفلسطيني سيطر عليها وبالتالي صارت مركز مش بس للإسلاميين والإرهابيين وغيره المتشددين، صارت جزء من المخيم فيها من كل شيء. صحيح. اللي بدي أقوله بهذا الموضوع، يعني نهار عايام رئيس الهراوي الله يرحمه، كانوا في كان الله يرحمه فخوري كان وزير وقتها، وكان عم يهتم يحكي مع الفلسطينيين كيف عم بيرجعوا سلاحه وكيف بدهم يشيلوا وكذا. رحت انا على تونس عملت مقابله صحفيه مع الله يرحمه ابو عمار، كان معي كمان الله يرحمه محسن ابراهيم، انا بحبه لمحسن ابراهيم، عم نحكي مقابله رائعه. كل ما أوصل على قصة المخيمات وعلى السلاح والفوت لجوا ينكزني يا محسن، حاجة تكفي يا سركيس عم تحرجوا كتير لأبو عمار. قل له أنا إيه؟ اسأل سؤال تاني شوي ارجع عليه. بعد 3-4 مرات قال لي خلص سركيس، خلص خلصت المقابلة. فهمت أنا إنه ما بده يحكي. خلصنا المقابلة. وقتها شو صار؟ عملنا قضايات وانه نحن الفلسطينيين رجعوا على المخيمات، عمليا ما حدا سلم سلاح ولا حدا فوت شيء ولا حدا، السلاح بعده موجود. اللي حصل خطا ثاني واللي هون في دور مسؤوليه لايران فيه، طيب في دور فلسطيني ايران تستخدمه لانها مؤمنه انه مغتصبه فلسطين ولانه لها مصلحه اقليميه بهي القصه، مصلحه استراتيجيه. طيب هلا ايران صارت مع حماس، حماس هي حركه فلسطينيه اسلاميه مش ارهابيه مثل هوليك، بس بالنهايه اسلاميه معروفه انها الجناح العسكري للاخوان. عظيم. اوكي. فاذا الجهاد هي دول الجهاد الاسلامي وحركه حماس صاروا قوايا بالمخيمات. هذا اساسا طبعا ما انبسطوا فيه الفتحويين وتغيرت الامور بالمنطقه ومات ابو عمار واتفاق السلام ما مشي حاله ولا اوسلو مشي حاله. بدا المد الاسلامي، الفكر السياسي الاسلامي الاخوانجي يلي اذا بدنا نقول بين مزدوجين بنسميه على الارجح معتدل، والفكر السياسي المتشدد صار هو السائد جوا. بهذا الوقت صار عندنا نحن مشاكل وهربوا ناس قعدوا هونيك وناس ظهروا وناس فاتوا بهاي المنطقة المخيمات خصوصا عين الحلوة، صار بؤرة كاملة فيها كل الإرهابيين. طيب قبل ما تصير هاي الاشتباكات الأخيرة كان واضح أنه يوما ما في اشتباك، علاقتنا كسلطة، لأنه أنا ما في أقول للجيش ليش ما تفوت، بدي أقول للسلطة ليش ما بتأمر الجيش يفوت. طيب عم بيحكوا مع جماعة عصبة الأنصار، طيب نسيوا أنه عصبة الأنصار قتلت 4 قضاة. صحيح. عصبة الأنصار موجودة هونيك واللي قتلوا موجودين إذا كان بعضهم طيبين منذ ما بعرف قديش 20 سنة يمكن أو 15 سنة. حدا حكي أنه سلمونا إياهم؟ هلأ صرتوا كلكم بدكم هذا الجيش يلي مع الأسف هيدا الجيش ما فيك تستعمليه بلبنان بالحرب. مشان هيك بيزعلوا مني الجيش، بس احكي انا هالحكي، هذا الجيش انا اذا بدي جيب جيش قائده واعمله رئيس جمهوريه معناتها بده يكون قادر يطلب من الجيش ان ينفذ اي مهمه بده اياها من اجل فرض الاستقرار بالبلد. هل يستطيع اي قائد للجيش؟ هل استطاع ذلك العماد امين لحود لو ما اخذ القرار حافظ الاسد ونفذ القرار الجيش السوري؟ هل ميشيل سليمان قادر يعمل هيك؟ قدر يعمل هيك؟ هل عمل نهر البارد؟ طبعا هلا عم بفالت على الاعلام يمكن يكون طالع باله يعمل رئيس، بس بقصه نهر البارد شغله منيحه نهر البارد، بس انه بالاخر ما فيك انت بعد نهر البارد. طيب ما فينا نعمل عين الحلوه نهر البارد، شو بنعمل؟ في وضع كثير تعيس وفي وضع مخيف وما فينا نورط الجيش، ما فينا نورط الجيش صراع وبحرب مع المخيمات ما فيك وان يتم استنزافه، اخر شيء بيطلع الجيش بيجرموه يعني ايه بعدين بقصه الشغله ففكوا عن الجيش يعني عمليا فكوا عن الجيش بهالقصه حلوها بغير طريقه. القصه الثانيه لما بيقعدوا بالحكومه بيتقاتلوا هكتور حجار والثاني شو اسمه عصام شرف عصام شرف الدين، انه انا رحت انا هي مسؤوليتي ورجع 120,000 انه رجع 120,000. انا اتحداه لاي وزير من الاثنين اذا بيقدر يرجع 120,000.
بعدين ال 120,000 فات 20,000 من شهر لليوم على القليل 20,000 أكثر بالحسابات أكثر. معناتها في شيء عم يصير بالبلد، في شيء، في مش بس لها يد سورية، طبعا سوريا لها يد، إيران لها يد، أمريكا لها يد، إسرائيل لها يد، عم يلعبوا بالبلد من فوق ومن تحت، ونحن مهتمين مين بيقعد على هاي الكرسي يلي صارت كلها خوازيق. للأسف.